بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا هو، والله أكبر والله أكبر والله أكبر. واعلموا أن في القريب العاجل هذه الله أكبر ستزلزل كيانة الظالمة العالمية، في مقدمتها الولايات المتحدة، وبعدها جريت بريتن بريطانيا العظمى، وأوروبا، وكلهم على فيهم أشاير الانهيار والانقراض. وربما كما قلنا ولاية من ولايات الولايات المتحدة كما واشنطن ولا نيويورك ولا تكساس يفكروا مترفيها باش يعزوا رحمة البقية، فتكون يعني شاتو دو كارت تنار ولاية بعد ولاية، باش عندهم كل تكوين الجامع بين 50 ولاية وبين الولاية اللي موجودة في الشرق الأوسط الإسرائيلية وهي الولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة اللي تعرفوها ومعها إسرائيل. والله أعلم هل مجمل 50 هم اللي قاعدين يقودوا في الحرب، ولا 51 هو الذي يقودها بحكم كونوا العلاقات بينهم بطبيعة صهيونية يهودية و تسمعها كاثوليكية ولا إنجيلية المفيدة. هؤلاء خاصة الإنجيليين مسيطرين على سوق السلاح ودائما يثيروا النزغات بين الشعوب، حتى كل واحد منهم يطلب السلاح الفلاني ولو بالأثمان اللي ما يجبش تصور عقل. والحديث في ذو شجون لا فائدة، باش نضيع وقتنا في أمر اللي هو معروف عند من أعطاه ربي شوية من معرفة هكا بين ظفرين. والحمد لله اللي احنا ربي اطلعنا على ما سعوا لإخفائه، ولكن يقول نبينا عليه الصلاة والسلام حتى ربي في القرآن حتى حبة خردل ربي يعرفها فين وش هي خصائصها، ويعرف وقتاش ينهيها أو وقتاش يزيدها في المسار في الكون هذا والمجر. ولهذا احنا عارفين يا ربنا أعلم العالمين، وحقا هو العالم المطلق إلي نومنيسيون أمني تو سيون صدير كي أنتون كي فوا كي كنترول كي سي اتسيتيرا. نعود إن شاء الله تعالى، لأنه التطويل مش منصوح به، لكن على كل حال نتمنى بفضل الله تعالى أن تحصل لكم الفائدة من خلال اطلاعكم على هذه الأشرطة التي نبتغي بها وجه الله، وكذلك نخدم خلق الله بكليتهم. كل من اتصل بهذا النوع من الفيديوهات قد يقع كيانه على بعض حقائق اختفت عنه وكان جاهلا بها، ولكن حين يتصل بنا ونحن نذكره بما جاء في كلام الله العزيز الذي لن تمتد إليه يد آثمة، فالقرآن ربي حافظه، نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. وكل مؤامرات اللي تحب تقضي على وجود العربية الفصحى القرآنية من عالم اللغات الكل بأنواعها، كانت لغات واندثرت وجاءت لغات ومنها إسبرانتو، الكل ما عندهمش حتى وجه باش يكونوا في مستوى العربية الفصحى. وكل ما فعلوه من مؤامرات ربي أفشلها
وبقيت العربية اليوم تكتسح الشعوب والكليات والمحققين والباحثين أغلبهم قاعدين يتمرنوا على إتقان اللغة القرآنية، وربما هذا من حكمة الله أن يولي عندهم أداة تخدمهم حين يقتربون من القرآن. ونحن ساعة نقول كلمة فرنسية، فرنسية، ألمانية، إنجليزية، لنعين هؤلاء اللي ينطقون باللغة هذه يوليوا يعرفوا ماذا تعني كلمة أو لفظة من القرآن في لغتهم. ربما هذا من أسرار الله أن يجعلهم متحمسين ونشيطين في الزيادة من السيطرة على اللغة الفصحى. هذا من وحي ربنا وإنا له، من وحي ربنا وإنا له الحافظون، أي القرآن العربي، مش اللسان المصري ولا اليمني ولا التونسي، لا، هذه فصحى تجمع الأمة الإسلامية الحقة على لغة القرآن، وهم زاهدون في أي لغة أخرى يراد بها أن تنافس أو تضيق على لغة القرآن. والسلام التمام والكمال على أمتنا، الأمة الخالدة بفضل الله. ورب شهد فينا كنتم خير أمة، أي شهد لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدقت يا ربنا، والحمد لك أولا وآخرا.